إني بجرب قهوة جديدة، فكثير لما تكون عندهم قهوة جديدة ما يعرف إيش الوصفة اللي يستخدم عليها، أو يروح مثلا يرفع درجة الحرارة، ينعم الطحنة، أو يتفلسف بالوصفة بشكل عام. الموضوع مرة بسيط، استخدم نفس الوصفة اللي أنت تستخدمها بالعادة، اللي إحنا نسميها وصفة مفتاحية، وراح أتكلم اليوم عن الموضوع هذا. وش الوصفة المفتاحية؟ كيف إحنا نسويها؟ وش تفرق عن باقي الوصفات الثانية؟ وليش محمد الروثان ما يسوي زي بعض الناس مثلا كذا يحط حفرة كذا في النص؟ لأنه بالنسبة لي هذه فلسفة زايدة ما لها أي داعي، تمام؟ لأنهم يقولوا إنه ينزل موية من النص يصير على كل القهوة، كيف؟ ما أدري صراحة، ما في شيء يثبت الشيء ذا، لا علميا ولا منطقيا ولا حتى حسابيا. لو إحنا بنجيب اللي هو الجهاز حق التي دي إس، فأنا بتكلم لكم عن الوصفة حقتي. طيب، أول حاجة أنا بسويه إنه أسوي نفس الوصفة حقتي المفتاحية بالضبط، نفس الملي اللي أصبه، نفس الجرامات، نفس درجة الحرارة 92 ما غيرتها، نفس كل شيء، سواء كانت قهوة جديدة، قهوة قديمة، قهوة معالجتها مدري إيش، قهوة من أثيوبيا، من كوستاريكا، من أي دولة، نفس الوصفة استخدمها بالضبط، تمام؟ وبعدها أبدأ أغير بناء على إيش؟ بناء على الطعم الموجود عندي، وبقول لكم الطريقة بالتفصيل، وبحط لكم الوصفة نهاية الشرح إن شاء الله. طيب، شوفوا معي الحين، نشرب القهوة هنا لدقيقتين 39 ثانية، ممتاز؟ والوصفة اللي أنا دائما أمشي عليها تخلص في 3 دقايق، فمعناته إنه استخلاص كان سريع، باقي عندي 21 ثانية تقريبا. فأنا إيش اللي راح أسويه؟ قبل أغير، قبل أعدل في الحرارة والطحنة أو أعدل في أي شيء، لازم أذوق القهوة. ممكن القهوة هذه استخلاصها زي كذا سريع يكون أفضل لها، من ناحية قوام، من ناحية طعم، من ناحية ملمس على اللسان وإلى آخره. فأنا قبل أسوي أي شيء وقبل إني أنا أتفلسف، أذوق القهوة زي ما هي، بعدين أشوف. الحين أنا بذوقها وبحكم. طيب، انا صورت بدون فلتر عشان تشوفوا لونها، طلع لونها اخف لانه كان استخلاصها اسرع شوي، ما خلصت على الوقت بالضبط، بس بالنسبه لي الطعم مره مره ممتاز، ما يحتاج اني اغير في الوصفه. فخلاص، مو بني اقول اقل من 3 دقائق، اقل من وصفتي ارمي الكوب، لا، اذوق اول شيء. الحين ذقته مره كويس، لكن برجع اجرب قهوه ثانيه واشوف كيف اني ممكن انا اقدر اعدل على الوصفه نفسها. شوفوا الحين. طيب، انا وش ممكن اعدل الحين على اساس اني اخليها مثلا على 3 دقائق بالضبط؟ يعني لو قلنا مثلا انه الحين القهوة هذه طعمها حامض، ممتاز، فانا لازم ابطئ الاستخلاص، اخليها على 3 دقائق بالضبط، بيكون الطعم افضل. ممكن اغير الطحنة، اخليها انعم. ليش خليتها انعم مو اخشن؟ لانه القهوة لما تكون ناعمة المويه ما تحصل مسارات وتنزل بسرعه، يكون نزولها بطيء. فلو لاحظ هنا شوفوا كيف تقطر، تقطيرها يكون اخف مره. فانا اكمل على كذا، ممكن انعم، وممكن اغير من درجه الحراره، اخلي درجه الحراره اكثر، ممكن ازيد من جرامات القهوه اكثر، وبالمقابل كلها بتخلي لي وقت استخلاص يزود عندي، فبوصل للوقت المثالي. لكن طيب، لو سويتها كذا وطلعت مرة، ايش اسوي؟ احاول اني انا اقلل، اللي هو عملية عكسية. طيب، شوفوا هنا اللي صار، انه صارت 3 دقائق 21 ثانية، ولما ذقناها الطعم كان مر. المشكلة هنا لما احنا نغير الطحنة، احنا ما نعرف وش درجة الطحن المثالية. كثير يسألوني وش الطحنة اللي تنفع للقهوة الى اخره، ما في درجة طحن ثابتة تنفع لكل شيء. يعني نفس الطحنة جربتها على قهوة استخلصت في 4 دقائق، نفس الطحنة في قهوة ثانية استخلصت في 2 دقيقة. فمش الخلل من الطاحونة، لا، حبات البن تختلف،
معالجات البن تختلف، في أسباب كثيرة تخلي البن يصير استخلاصه سريع ويصير استخلاصه بطيء. فإحنا اللي نسوي زي ما قلنا، نسوي وصفتنا مفتاحية. الحين بنزل لكم الوصفة، بعدين نذوب قهوتنا بدون ما نعدل أي شيء ونشوف الطعم حامض. نحاول إنه إحنا ننعم أو نزود في واحدة من العوامل بسجلها لكم الحين. إذا الطعم مر نفس العوامل هذه نحاول ننقص في واحد منها ونعدل ونشوف بعدين الثاني، وزي كذا بشكل بسيط.